السلام عليكم، معكم سيو. رجعت لكم مرة أخرى ورجعت أنزل المقاطع اليومي. أخيرا البنك ثبت والحمد لله، وبنزل مقاطع قد ما أقدر عشان تستمتعوا بالقناة أكثر وأكثر. اليوم هشوفكم ثلاث أغلاط تسوونها في اللعبة وكيف تصلحوها وتتفادوها بدون ما أطول. أخليكم مع المقطع. في البداية في كلمة بتتكرر وهي الهاي جراوند، ومعناها الأفضلية العليا، يعني انك تكون فوق عن طريق انك تبني او انك تكون فوق مكان عالي. رقم ثلاثة واول غلط معنا هو انك تكون مدمن البناء. الشخص هذا غالبا يكون معرق بزيادة بس بطريقة غلط، وكل همه انه ياخذ الهاي جراوند بدون ما يفكر باي شيء ثاني. غالبا هاللاعبين يريدوا يثبتوا قدراتهم بالبناء، وهالشيء بيخليه يخسر اطنان من الموارد بدون اي فايدة تذكر، ويكون حاط في باله فكرة ان اللي ياخذ الهاي جراوند هو اللي يفوز، وهذا شيء 100% غلط. خصوصا مع تطور اللعب راح تلاحظ ان الهاي جراوند في هالايام بدا يصير شيء جدا عادي، وبشكل طبيعي لو لاعبين محترفين دخلوا معركة بناء، فاللاعب اللي ياخذ الهاي جراوند بالاول غالبا راح يقدر يحتفظ بالهاي جراوند. طبعا ما اقولك لا تحاول تاخذه، بس لو حاولت كم مرة وفشلت، فاحسن شيء تسويه هو انك تسكر على نفسك بحركة السلحفاة، يعني تسكر بشكل كامل. راح اسوي لها مقطع خاص عن قريب. المهم سكر على نفسك وخلي خصمك ينزل لك. باختصار سكر وابدأ اطلق او موه لخصمك انك راح تطيح البناء وهو راح ينزل لك. وهالشي انا تعلمته من سايفر بيكي، ولما ينزل لك اللاعب العب على الادت بيكون قتل خصمك اسهل. وفي كمان غلط بهالموضوع هو انك ما تطلق على خصمك وانت تبني. في لاعبين عندهم هوس كبير بالبناء لدرجة انهم ما يركزوا ابدا على شيء اسمه اطلاق. لازم تكون واعي انك تبني وتحاول تاخذ فرصة عشان تدمج خصمك باي لحظة. هالشي بيوتر خصمك وبيخربط بناءه وبيسهل لك انك تقتله. فلا تكون مهووس بناء، وحاول تدمج خصمك كل ما تشوف مكان مفتوح او فرصة مجانية. اذا بدأت تسوي هالشي راح تبدأ تفوز بمعارك اكثر، وراح تخلص المعارك بسرعة اكبر عشان ما يجيك طرف ثالث وما تخسر الفايت بسهولة. رقم اثنين هو انك تسوي اغلاط لانك لاعب محترف. ادري انه شيء غريب، بس لما تصير محترف في هاللعبة وتصير عندك القدرة انك تقتل بكل الاشكال، لعبك ممكن يخرب. لانك تلقائيا، وكان يصير لي نفس الشيء، انك تبدا تجرب تجيب قتلات شوي قوية مثل النوسكوب، او تلعب على الادت، او مثلا تبدا تستخدم الديجل عشان تكسر على بناء خصمك وتعتمد على ايمك بالبمب. كل هذه قتلات قوية وتعتبر احترافية، بس لا تنسى انك ممكن تسويها على لاعب محترف مثلك، وتلاقي انك تكسر بالديجل وفجأة تبلع ضربة هيد. او الغلط اللي يسوي كثير انك تدخل في معارك سنايبر وانت تعرف ان اللاعب اللي ضدك معاه سنايبر، وتعرف انه يستناك تطلع راسك، بس مع هذا تحسب نفسك لعيب وهو نوب، وطلع راسك وتلاقي هيلثك صفر. فلو كان لاعب محترف ضدك وهذا الشيء المحتمل، لا تخاطر كثير. القتلات هذه بتطور من لعبك كثير لو ضبطها، بس لو شفت نفسك بديت تموت وتخرف، فلا تعتمد على القتلات الصعبة هذه، وارجع لمود الريبلاي او الاعادة وشوف الغلط اللي سويته عشان ما تكرره مرة ثانية. رقم واحد، خطأين بسيطين كثير تقدر تفاداهم عشان تتطور وتفوز اكثر. الاول انك ما تاخذ اي ضرر او دمج غير ضروري. كنا لما نفول الهيلث والدروع نحس براحة كبيرة، ونبدأ نلعب بطريقة خطيرة احيانا، هالشي ممكن ينتج عنا انك تتدمج ويضيع هيلثك. وحتى لو قتلت اللاعب، فلا تنسى ان عندك جيم كامل وممكن تطلع من الفايت مدمج ويجيك لاعب ثاني ويخلص عليك بسهولة. مثلا انك تلاقي نوب فتحاول تقرب منه كثير عشان تعطيه ضربة هيد، وصح انك تضربه بس تلاقيه لف وضربك انت كمان وشال كمية من هيلثك. اللي اقصده العب لعب نظيف، انك تقتل بدون ما تتدمج، وركز على انك تبني بعد ضرباتك عشان تتفادى اي دمج غير ضروري. اخر شيء معنا هو انك تعرف متى تنسحب. هالشيء ما يركز عليه كثير لاعبين، بس لا تنسى ان هاللعبه لعبه بقاء، واللي ظل عايش هو اللي يفوز. فلو دخلت في معركه وتدمجت، تقدر تنزل وتسكر على نفسك وتهيل. ولو كان معك اللانش باد، فالافضل انك تستخدمه احسن من انك تموت بدون ما تستخدمه. كثير مرات اكون قريب كثير اني اموت لدرجه يوصل فيها هيلث ال20، فانسحب المعركه باي طريقه وبعد شويه وقت افوز في الجيم. هالشيء لاني انسحبت، هيلت واخذت فرصة اكبر ورجعت مرة ثانية اقوى، وانا اعرف مين اللي ضدي وشو اللي راح اسويه. هذا الكل فيديو اليوم. لو عجبكم المقطع فلا تنسوا زر اللايك، لمسة خفيفة وراح تدعم القناة بكل تأكيد. وطبعا انا دائما انزل مقاطع بشكل مستمر، فلو اشتركت وفعلت الجرس ما راح تندم ابدا. اشوفكم في الفيديو القادم، ومع السلامة. نملك الخيار وخيارنا أمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشناه.